والله كله معين بنبروا على الشباب بديش بيها بتعذب وبتضربوا على ماكن الحساسة بصير فيهم حاجات ما بعلم فيها غير الله. لمحت للأسف جندي كان يترصد على بنت والبنت يعني عمرها صغير، قعدت طالما تحت الغماية، لمحته بمد إيدها بمد إيده عليها، والبنت فجأة أنه انتفضت شوية يعني، فعرفت أنه صار لها تحرش جنسي. سبع شهور انا مش هعمل حاجه ولا حد فرج عنده سبع ثمان تنفار ثمان تنفار طب هذول ثمان تنفار والله لا اكل ولا شرب ولا لبس ولا حاجه يعني. تعبت من غير بابا احنا عن جد انا تعبت اشتقت لبابا انا هناك الكوادر الطبية من استشهدت في السجون الإسرائيلية هناك من التعذيب من استشهد وهم ولا يستطيع أن يأخذ حبة دواء.